عاد اليوم إلى أرض الوطن المنتخب الوطني لرياضة الكاراتيدو بعد مشاركة مشرفة في البطولة الإفريقية التي استضافتها المغرب. عناصر النخبة الوطنية في مختلف الاختصاصات أحرزوا 20 ميدالية، منها 9 ذهبيات، 4 فضيات و7 برونزيات. هذا وكان المنتخب الوطني قد حدد هدف حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات وكسب أكبر عدد من النقاط من أجل التأهل إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري. نظن أن رفعنا التحدي وتحصلنا على 9 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات في الأكابر، ترتيب أول على مستوى الإفريقي في الأكابر. نظن أن التحدي كان قوي، وكانت الجزائر حاضرة بقوة في المغرب، بأرض المغرب، وتغلبنا على المغرب وعلى مصر. كانت هاد المنافسة في الأراضي المغربية، ولكن الحمد لله يا ربي قدر يوفقنا، وكل هذا يعني عمل جماعي وعمل كاع الجروب. الحمد لله هاد الريزيطة اللي درناها كانت جد جيدة. كنا لعبنا النهائي مع المنتخب المغربي اللي هو بحد ذاته قوي جدا وذا مستوى عالي.